وفيليس الهوى ما اشتم انا انت لو ما بي احيس والله لو ما يضوى وجهك ما شفت نور الشمس وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب حفنتي تراب دنيتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم كن مع الحسين، وإن شاء الله نحن جميعا في ركب السيد الشهداء عليه السلام بسفينة النجاة وهو أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مشاهدينا الأحبة، قبل البدء نسلم على سيد ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وكذلك على أخيها بالفضل العباس عليه السلام نيابة عنكم سادة المشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام وكذلك متابعينا على انستغرام على صفحة قناة الإمام الحسين الرسمية في انستغرام. بداية السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سادتي المشاهدين وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبرنامجكم كن مع الحسين. ومثل ما تعرفتوا بالحلقة الماضية وبالحلقات الماضية آلية البرنامج وهدف البرنامج، هدف البرنامج هو استمرار وديمومة قناة الإمام الحسين عليه السلام العربية. هذه القناة هي من أصل مجموعة إعلامية، هي من 5 فضائيات، أولها باللغة العربي أو عفوا باللغة الفارسي، والثاني باللغة العربي، والثالثة باللغة الإنجليزي، والرابعة باللغة الأوردو، والخامسة باللغة التركية الأذرية. قناة الإمام الحسين عليه السلام اليوم أطلقت مبادرة، هذه المبادرة هي أنه مشاركة الموالين، مشاركة الأحباء ودعمهم لهذه القناة بأنه تكون لهم سهم بهذه القناة. أي إنسان اليوم يحب أنه يكون له سهم في قناة الإمام الحسين عليه السلام من الممكن يشارك ويشترك بسهم بسيط حتى يكون له نورا يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. إذن قبل البدء ونخوض هذه التفاصيل، خلنا نروح نشوف آلية العمل وآلية التبرع من خلال هذا الفاصل، ومن ثم نعود وإياكم بتكملة الموضوع والمحور اليوم، لأن بالمحور الماضي كان هو إعلاء كلمة لا إله إلا الله وكذلك دعم المذهب. خلنا نروح إلى فاصل ومن ثم نعود وياكم. اختر الآن المبلغ الذي يناسبك للتبرع به كي تساهم في نشر الثقافة الحسينية ومعارف أهل البيت عليهم السلام في جميع أنحاء العالم عبر قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية لإيصال التبرع للقناة: أولاً عبر شركات التحويل المالي أو الصيرفة من جميع أنحاء العالم إلى كربلاء المقدسة باسم عباس محمد علي، ومن ثم إرسال رقم الحوالة إلى الرقم التالي. ثانياً تحويل المبلغ عن طريق شركة الطيف، الحساب الجاري لمصرف الرافدين، اسم الفرع المنصور، رقم الفرع 57، الاسم قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، طبيعة الحساب شركات، رقم الحساب 31389، الرقم المصرفي الدولي الموحد IQ 39،
RAFB 0570-100-00-3-1389. ثالثا، أو ابعث برسالة تتضمن عبارة أنا مع الحسين عن طريق الواتساب أو رسالة الاسماس إلى الرقم التالي. رابعا، تحويل المبلغ عن طريق باي بال. خامسا، تحويل المبلغ عن طريق التطبيق الخاص لزين كاش. سادسا، تحويل المبلغ عن طريق التطبيق الخاص بمجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. سابعا، الاتصال على المندوبين داخل العراق. ثامنا، التحويل من جميع أنحاء العالم إلى رقم حساب القناة في أمريكا. تاسعا، الاتصال على المندوبين في أنحاء العالم: الدنمارك، النرويج، أمريكا، بريطانيا، استراليا، فنلندا، كندا، ألمانيا. عاشرا، وكذلك يمكنكم التبرع وتسليم المبلغ مباشرة إلى المقر الرئيسي للقناة في كربلاء المقدسة الكائن في منطقة ما بين الحرمين الشريفين، بداية شارع الإمام علي عليه السلام. قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، إشراقة حسينية تنير الآفاق. نعم مشاهدينا الكرام، حياكم الله مجددا وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله صيامكم وأعمالكم بحق محمد وآل محمد، وتقبل الله طاعاتكم. هنيئا للمشتركين سابقا في المجموعة الإعلامية التي كانت لهم أسهم بهذه القناة، وكانت لهم مشاركات واشتراكات، منها اشتراكات شهرية ومنها اشتراكات يعني دفعة واحدة أو عند القدرة. يعني بعض الأحيان يقول لك أنه أنا حاليا ما متمكن، وإن شاء الله هذه أول مرة أنطي، ويوم اللي أتمكن أدفع مرة ثانية. أو هناك الكثير من الأخوة والأخوات، من راح أقول مسألة ولابد اللي ما يدري بهذه المسألة راح ينصدم بها، أنه نذر لقناة الإمام الحسين عليه السلام، يعني النذر هو لله عز وجل ولكن بواسطة قناة الإمام الحسين، وتحقق النذر مالته بفضل هذا الاسم المبارك القناة اللي تحمله، وجاب النذر ووصله إلى قناة الإمام الحسين عليه السلام. بالحلقة الماضية تحدثنا في عدة محاور، واليوم نريد نتحدث بموضوع أنه الإعلام باختصار أمر عليه مر الكرام، وهو الإعلام اليوم ذات ضرورة بإيصال صوت أبي عبد الله الحسين عليه السلام. راح أقول فد مسألة، إيش قد ما تشوفون قنوات هي مسمات تحت عنوان أكبر إسلامية خاصة بالعراق، وتحت عنوان كذلك شيعية ولكن جدا قليلة، واليوم الهجمة ضد المذهب التشيع هي أكبر من هذه قنواتنا. فمن واجب على كل مؤمن، كل مؤمنة يريدون يحافظون على هذه سمعة التشيع وسمعة أهل البيت، لأن مثل ما تعرفون أنه أعداء أهل البيت اليوم ذات مؤسسات عندهم عملاقة، ودي يشتغلون في أرجاء وأنحاء العالم لأجل تسقيط هذا المذهب. فمن خلال دعمكم، من خلال مساهمتكم، احنا نبقى مستمرين بالبث ونقل هذه الصورة وهذه القبة وهذه المعالم المشرفة. وكذلك هواي اكو ناس متغربة ويتمنون يوصلون الى الزيارة ويتشرفون بزيارة سيد ومولاي الامام الحسين او اخيه ابي الفضل العباس، أو المشارف المقدسة في العراق مثل العتبة العلوية، الكاظمية، سامراء العسكرية. فالناس متعطشين، فهنيئاً لكم يوم اللي أنتوا تكون لكم مساهمة بهذه القناة، حتى يكون لكم سهم وأنتوا تكونون من المشاركين طبعاً
وخاصة عند أبو علي ما يضيع فد شيء، يكون لكم أنتم من المساهمين بهذه القناة وإيصال صوت الإمام الحسين بأرجاء العالم وأنحاء العالم. شوية خلي نرجع نذكركم على راية أبي عبد الله الحسين عليه السلام وموضوع الراية، أنه أتمنى من الأخ المخرج أنه طلعنا الراية، أنه هذه الراية هي راية أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن نتشرف وكذلك نفتخر اليوم نكتب أسماء الأحبة، أسماء الموالين ذات العقيدة ذات الولاء ذات الحب لمحمد وآل محمد، أنه نكتب أسماءهم هنا. اليوم أي شخص يحب مثلا يريد يزور، سيقول لك أنا يعني حاليا ما من الممكن، أو هسه حاليا ما يتوفر عندي مبلغ أنه أتبرع لكم، ولكن يحب يتصل ويسلم على سيده ومولاي أبو الفضل العباس عليه السلام، من الممكن يتصل. أما بخصوص الأخوة المتبرعين، إذا أحد منكم يريد يتبرع سادة المشاهدين، أو يريد الأصح يريد يساهم بالمجموعة الإعلامية ويريد يساهم ويشترك بالثقافة الحسينية والمنبر الحسيني، راح نكتب اسمه على هذه الراية. طبعا هذه الراية، ومن ثم بعد ما تملأ هذه الراية نذهب بها إلى سيد ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومن ثم نأتي بها إلى سيد ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام، وبعد هذه الراية راح نخليها في سماء كربلاء، ومن ثم إلى متحف المجموعة الإعلامية لقنوات الإمام الحسين عليه السلام. الأسماء عديدة عندنا، وإن شاء الله نكون في خدمة الجميع وفي خدمتكم إن شاء الله. ولكن قبل البدء أو قبل لا أبدأ بهذه الأسماء، خلي ناخذ الأسماء من السيد إذا أمكن. شكرا لك سيدنا. طبعا عندنا فوزية، عندنا فوزية وعندنا نايف وعندنا نور وكذلك عندنا شذا. طبعا هذه الأسماء مشاهدين الأحبة، هذه الأسماء هي أي إنسان تواصل ويا القناة واشترك، فإن شاء الله احنا نكونهم كذلك في خدمتكم ونثبت أسماءكم على الراية. وكذلك مشاهدين الأحبة، أكو فد موضوع جدا مهم أتمنى من الأخ المخرج يطلع لنا إياه، وهو أنه الحمد لله والشكر قناة الإمام الحسين عليه السلام حصلت مباركة، وهذه المباركة هي لأول مرة في تاريخ القنوات أنا أتكلم بهذه السعة، حصلت مباركة من المراجع الأربعة في النجف الأشرف الله يحفظهم وقم المقدسة. خلينا نشوف هذه المباركة ومن ثم نعود وإياكم ونكون في خدمتكم. نعم. اختر الآن المبلغ الذي يناسبك للتبرع به كي تساهم في نشر الثقافة الحسينية ومعارف أهل البيت عليهم السلام في جميع أنحاء العالم عبر قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية لإيصال التبرع للقناة. أولا، عبر شركات التحويل المالي أو الصيرفة من جميع أنحاء العالم إلى كربلاء المقدسة باسم عباس محمد علي، ومن ثم إرسال رقم الحوالة. بس إذا توفرت المباركة حتى نعلق عليها ونكون في خدمة السادة المشاهدين. طبعا المشاهدين الأحبة، احنا بالحلقة الماضية طبعا هذه المباركة مباركة وتأييد المراجع الأربعة، طبعا إن شاء الله نعلق عليها أنه هذه المباركة تشرفت وتشرفت مجموعة الإمام الحسين عليه السلام
بمباركة وتأييد المراجع الأربعة في النجف الأشرف وقم المقدسة لمجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، فهنيئاً للمجموعة وكادرها وإدارتها. وهذا هو تأييد من مراجع اللهم يحفظهم ويبارك بهم وثقتهم وتعزيز الثقة بقناة الإمام الحسين. يعني بمعنى آخر، حتى المراجع اللهم يحفظهم أنه واقفين وقفة مع هذا الإعلام الحسيني، والدليل يعرفون مدى هذا الإعلام وأهمية هذا الإعلام، ولهذا ليس من الممكن وليس من السهل أنه المرجع يريد ينطي مباركة إذا ما عنده يقين بهذا العمل. الحمد لله والشكر قناة الإمام الحسين والمجموعة الإعلامية حصلت على هذه المباركات، وإن شاء الله قناة الإمام الحسين عند حسن ظن الجميع بحق محمد وآل محمد، وهي بالنتيجة قناتكم. نرجع إلى كتابة الأسماء. عندنا صباح وكذلك عندنا سامية وكذلك عندنا طالب وأم رائد وكذلك عندنا شوق وأم زينب. طبعا مشاهدينا الأحبة وكذلك متابعينا على صفحة الانستغرام، احنا متابعينا منتظرين منكم او اي انسان يحب يثبت ويدون اسمه على هذا الراية، احنا ان شاء الله راح نكون في خدمته. وكذلك عندنا نور علي وعندنا كريمة كريمة وعندنا مر عفوا مرتضى وعندنا علي وكذلك خاتونة وكذلك عندنا المرحوم عبد الهادي تلاحظون موضوع المرحوم عبد الهادي. واحد يسأل ليش اسم المرحوم عبد الهادي؟ هنا صدقة جارية تكون لأمواتكم. اليوم أي إنسان يريد يكون ينطي صدقة جارية بديمومة هذه الصدقة، مثل ما الكثير ويعني أكثر الناس تسوي هذا الشيء، تطبع كتب بأسماء الموتى أو الشهداء أو تطبع على السجادة، أنه هذا يكون صدقة جارية. فكيف إذا هو في حد ذاته مساهمة ودعم بقناة؟ إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقة القادمة، وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. يا حسين انت بحياتي لا اليوم ولا أنيس، سيدي العشاء بدونك والله ما تسوى فيليس، الهوى ما يشتم آنك انت لو ما بيحيس، والله لو ما يضوى وجهك ما شفيت نور الشميس، وجهك مضويها انت لو ما بيها، والله ما زاويها حفنتي تراب، وجهك مضويها انت لو ما بيها، والله ما زاويها حفنتي تراب حفنتي تراب.